معنا وتشوفونها. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. هلا 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 وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. ترحيب المطر. هلا ومالا. يا هلا يا هلا يا مرحبا. يا مرحبا. مرحبا. الله يبقى طول عمركم ان شاء الله. يا مرحبا والله مالا. قلت مفاجأة صغيرة. ها؟ قلت مفاجأة صغيرة. طبعا هي كبيرة. لا بقول لك. هي كبيرة. لا من الآن نبدأ الحوار بيني وبينك. مفاجأة صغيرة. عند المفاجأة الكبيرة عند أبو عزوز مفاجأة تضيفها الكرام، ولكن أبو عزوز أستاذنك على الكاميرا هذه. يا سلام تفضل. أبي أتكلم. أول شيء أقول أسعد الله صباحكم جميعا. ما في كلام. قدم شوي. بعد كلام أخوي أبو عبد العزيز الشيخ بدر حسين، ولكن أقف احتراما وتقديرا لهذه الشاشة الجميلة، لهالعظماء جمهور الواقع، جمهور هذا الكيان العظيم. أنا صراحة كنت متحمس أمس ومرتب كلام كثير مرة. أشطب شطر وأكتب شطر، لأنكم أنتم مقامكم صراحة أنا ما يوفيه ديوان كامل صراحة. أنتم جمهور هذا الكيان العظيم، أنتم من أسعد مسفر برميثة لمدة 150 يوم في قناة الواقع، أيام برنامج البزنس وأيام برنامج عابر. وحبيت أني أشكركم أولا، لأني أنا لست مخولا أو لست متحدث الرسمي لقناة الواقع، ولكن مخولا عن نفسي وعن فقرة مجلسنا مع أخوي الشيخ بدر حسين اللي أسعدني صراحة بلقائه وأسعدني بكلامه الجميل. الشكر الجزيل، الشكر الجزيل، شكرا للشيخ إبراهيم الحسين اللي أعطانا هذه الثقة، والشيخ بدر حسين اللي قدمنا في الثقة هذه، والكادر الإعلامي كامل من معدين إلى مدراء إلى مدير تنفيذي إلى مدير إنتاج إلى كل الموجودين في القرية هذه. صراحة أنا أشكرهم شكر الجزيل لاستقبالهم الطيب. أنا أقول شكرا لكم، ولكن مسفر يعيد ويكرر كلمة واحدة يقول: يبقى الرقم الصعب في هذا الكيان العظيم هو جمهور هذا الكيان العظيم اللي له وقفات معي أنا شخصيا برميثة ما راح أنساها. نعم أنا غبت عنكم، ولكن رجعت لمحبتي في هذه القناة ومحبتكم جميعا. ونقول تحياتي لكم يا حبايبي. تفضل.